أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل الشخص إذا شتم الله تعالى أمامه؟ هل يغضب الغضب المحمود ويقوم بضرب الشخص؟ وهل يخرج الذي شتم الله من الملة مع كونه مسلما؟ الحمد لله. أولا بالنسبة لسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، هذه ردة عن الإسلام، نص على هذا أهل العلم في أبواب الردة في كتب الفقه، أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله وبرسوله وبدين الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. والأمر الثاني بالنسبة لمن صدر منه هذا الأمر، فإن الطريقة الصحيحة هو رفع أمره إلى ولاة الأمر، يرفع أمره إلى ولاة الأمر ويشهد على ذلك حتى يأخذ الجزاء، إلا إذا كان الإنسان مثلا له ولاية على هذا الساب، كان يكون ابنه مثلا أو يكون مثلا له ولاية عليه ويؤدبه مثلا، له ذلك. أما إذا ليس له ولاية عليه يرفع أمره إلى السلطان، والسلطان يحيله إلى القضاء ليأخذ جزاءه ويعني ينال ما يستحقه في مقابل هذا القادح من القوانين.